شعار اليوم العالمي للمتاحف لهذا العام هو الرفاهية والاستدامة، فبحب أعرف من حضرتك ما هو دور المتاحف وأيضا دور المجتمع تجاه المتاحف حتى يتحقق الرفاهية والاستدامة؟ أول شيء مرة ثانية بنكرر تطبيقنا عليكم بهذا اليوم الجميل. المتحف هو فعلا عبارة عن مكان يختصر البلد بشكل كبير جدا ويقدم رسالة الوطن بطريقة مميزة. فعشان هيك احنا عادة المتاحف هي ليس فقط بيئة انها تحفظ تراثنا واثارنا، لكن هي بيئة تعليمية بطريقة مختلفة وبيئة ترفيهية ايضا، بحيث انه الزائر والمواطن بيستمتع بتجربة سياحية تعليمية لكنها بطريقة تفاعلية مميزة. فشعار السنة اللي هو الاستدامة والرفاهية هو شعار احنا نسعى الى تطبيقه في دائرة الاثار العامة من خلال عملنا الميداني هذا العام، بحيث أن تكون جميع متاحفنا مستدامة ونسعى إلى تطويرها بشكل يصل إلى العالمية، ونفس الوقت أيضا يكون في عندنا جانب تفاعلي بحيث يحقق التجربة السياحية من ناحية الرفاهية والاستمتاع، لأنه للأسف ما درج على متاحف أنه هي أماكن فيها عرض بشكل تقليدي، ولكن ما نسعى إليه أن يكون هناك عمليات عرض تفاعلية بحيث يكون في بيئة تعليمية وأيضا في استمتاع وفي مشاركة من الزائر للمتاحف. حلو، وشو الفعاليات أو النشاطات اللي عم بتقدموها بهاي المناسبة؟ يعني إحنا حبينا أنه نشاطاتنا تكون فعلا مركزة. إحنا إن شاء الله اليوم معالي وزير السياحة والآثار راح يفتتح متحف جديد ينضم إلى اللي هو متاحفنا الأردنية، وهو متحف اللاهون. هذا متحف اللاهون واحد من المتاحف اللي بنعتز بوجوده ضمن الخارطة. إحنا عندنا 16 متحف في دائرة الآثار العامة، متاحف أثرية منتشرة على المملكة، واليوم الحمد لله رب العالمين حبينا يكون في إضافة جديدة للي هو متاحفنا الأردنية وهو متحف اللاهون. هذا عبارة عن جزء بسيط من اللي هو حملتنا للاحتفال بالمتاحف، دمجناها باحتفالنا بيوم التراث العالمي اللي كان في 18/4. فاليوم عندنا حملتين كثير مميزات بأم الرصاص برعاية معالي وزير السياحة. اسمحي لي بس احكي لك عنهم لانهم فعلا حملتين احنا بحاجتهم بشكل كبير. نعم. الحملة الاولى هي تراثنا اجمل سميناها، وهي عبارة عن حملة نظافة للمواقع الاثرية، سوف تبدا من ام الرصاص وتنطلق الى كافة المواقع الاثرية، كافة العاملين في دائرة الاثار العامة، النشامة والنشميات اللي بالدائرة اليوم موجودين في موقع ام الرصاص، لجعله موقع اجمل وانظف، لانه مواقعنا هي صورتنا وتعكس الصوره الحقيقيه للشعب الاردني. نعم. الحمله الثانيه اسمها اثارنا اجمل بدون اعتداءات، وهي عباره عن حمله ايضا رح نطلقها من برج الناسك في ام الرصاص، وهو البرج الوحيد من نوعه في العالم، وهو لازاله الخربشات اللي موجوده على البرج، ولكن الحمله ليس هي فقط لبرج ام الرصاص او لموقع ام الرصاص، رح تنطلق هي من ام الرصاص وان شاء الله رح تغطي كل اللي هو المواقع الرئيسيه، عشان اكون دقيق في المعلومه، في اللي هو مواقعنا بازاله الاعتداءات عليها، لانه فعلا اثار الاردنيه اجمل بدون اعتداءات. نعم. دكتور فادي، بدي ارجع للمتحف اللي رح يتم افتتاحه اليوم، بحب اعرف اكثر ما هي مقتنيات هذا المتحف ومكان وجوده. هو طبعا المتحف هذا هو عباره عن متحف اثري، في مقتنيات البعثات الأثرية التي عملت في منطقة اللاهون والمناطق المجاورة، وهو عبارة عن متحف أثري يحكي قصة المكان بطريقة بسيطة ولكن بطريقة تفاعلية وطريقة ممكن تكون إضافة نوعية للتفاعل الزائر مع متاحفنا الأثرية. وبحب أشير لنقطة يعني كثير مهمة. نعم. إنه المتحف تم اللي هو إنشاؤه وتجهيزه بكوادر محلية وبأبسط الإمكانيات، ولكن بمخرج كان يعني فعلا يليق بالمنطقة واللي هو الآثار الموجودة فيها. حلو. إذا حضرتك ومن خبرتك دكتور فادي، بحب أسمع كلمة بتوجهها للمجتمع من خلال شاشتنا، وخصوصا في ظل الاعتداءات اللي عمالنا بنشوفها على مواقعنا الأثرية، اللي العالم بتمنى يكون عنده ولو جزء بسيط من هاي المواقع وهاي الأثارات العريقة اللي بتحكي على تاريخ الأردن وعراقته، فشو رسالة بتحب توجهها؟ يعني إحنا كان في دائما نحكي إنه إحنا
اثارنا هي مش بس فقط هي بترول الاردن المتجدد. انا دائما بحب احكي لانه كل يوم عم نكتشف موقع اثر جديد، وكل يوم عم نكتشف حضارات اللي هو موجود على هذا الارض الطيب. ولكن اللي بدي احكي غير القيمه الاقتصاديه والسياحيه لهذا المكان هي هويتنا، وهي ما يميزنا عن غيرنا. احنا يمكن من البلدان الوحيده اللي الحضارات لم تغب عن هذه الارض. نعم. والرساله الهاشميه لحمايه الاثار خلال المئة عام الماضيه هي رساله واضحه. مواقعنا الاثريه كان فيها تغير كبير جدا وتحسنت بشكل كبير جدا، ينغصنا بعض الاحيان اعتداءات على هذه المواقع، ولكن بطلبوا منا يكون في حراس اكثر على مواقعنا الاثريه. لكن الرساله من خلالكم اللي بحب اوجهها، احنا كلنا ثقه انه الحارس الاول والاخير على مواقعنا الاثريه هو مواطننا الاردني الغيور على هذا الموقع، لانه هاي ارضه وهاي هويته، وان شاء الله كلنا مع بعض حتكون مواقعنا اجمل وتراثنا اجمل. شكرا لك دكتور فادي بلعاوي، يعطيك الف عافيه، واهلا وسهلا بك معنا دائما، كل عام وانتم بالف خير.